أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية عن قتل 16 فردا من تنظيم داعش بقصف جوي على أطراف مدينة تل عفر شمال غرب العراق، ونفذ طيران الجيش 14 طلعة جوية ضمن عمليات قادمون يا تل عفر. وأسفرت الضربات عن تدمير دراجتين ناريتين وتفجير أحد أوكار داعش في أطراف القضاء. تحاصر قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات برية أمريكية مسلحي تنظيم داعش في 4 محاور بمدينة الرقة شمال سوريا. وشنت مقاتلات التحالف الدولي غارات مكثفة استهدفت أبنية يتحصن فيها مسلح داعش. وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق سيطرتها على 70% من مدينة الرقة، مشيرة إلى محاصرة مسلحي التنظيم وسط مدينة الرقة. قالت الأمم المتحدة إن قوة مشتركة من مسلحي طالبان وإرهابيين أعلنوا انتماءهم لتنظيم داعش قتلوا 36 شخصاً على الأقل في هجوم قد يرقى إلى جريمة حرب أثناء مداهمة في مدينة بشمال أفغانستان خلال الشهر الحالي. وأظهر تقرير أولي للأمم المتحدة أن من بين القتلى مدنيون ومقاتلون موالون للحكومة جردوا من أسلحتهم قبل إطلاق النار عليهم. كشفت تقارير أن مدبر الهجوم الوحشي في برشلونة له صلة بالخلية الإرهابية التي نفذت مذبحة مدريد عام 2004. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وسائل إعلام إسبانية أن عبد الباقي الساتي يعتقد أنه السبب وراء تطرف أعضاء الخلية المسؤولة عن الهجمات. قال مسؤول الطب الشرعي في فريتاون عاصمة سيراليون إن عمال الإنقاذ انتشلوا نحو 500 جثة منذ وقوع الانهيار الطيني المدمر قرب العاصمة الأسبوع الماضي، ووقعت إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالسيول في إفريقيا خلال سنوات عندما انهار جانب من جبل بعد أمطار غزيرة، ما أسفر عن دفن مناطق من بلدة ريجنت. طمد برشلونة جراح خسارة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بهدفين نظيفين في مستهل مشواره في الليغا. وسجل توسكو عن طريق الخطأ في مرماه وسيرجيو روبرتو هدفي برشلونة في الدقيقتين 36 و38 من الشوط الأول. الموجز إلى اللقاء.